السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة أخرى من سلسلة تعلم المونتاج من خلال برنامج السوني فيغاس. في هذه الحلقة سنتعرف على طريقة فصل الصوت عن الفيديو وإضافة موسيقى مكانه أو الاحتفاظ به وإضافة موسيقى معه. وقبل أن ننطلق في الشرح التطبيقي، إذا كنت تشاهد هذا الفيديو لأول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب ليصلك كل جديد ولتدعم هذا المحتوى التعليمي. إذن على بركة الله ننتقل إلى الحاسوب لشرح هذه الطريقة. إذن سنختار أمامنا سوني فيغاس، هذا هو برنامج سوني فيغاس. سأذهب إلى اختيار فيديو معين، سأختار هذا الفيديو والذي اشتغلنا عليه في حلقة سابقة ثم أضيفه لسوني فيغاس. تلاحظون معي الآن أن الفيديو مرتبط بهذا الصوت وبهذا المسار الصوتي. كيف سنعزل هذا الفيديو عن مساره الصوتي؟ الطريقة تسجل سهلة من خلال برنامج سوني فيغاس. سأضغط فقط على الصوت أو على الفيديو، أيهما اخترت لا مشكلة، ثم أضغط على حرف U. تلاحظون معي، لاحظوا معي الفرق، لاحظوا معي عندما أضغط على الفيديو تلاحظون معي أنه محدد بلون أصفر والصوت محدد بلون أزرق، وعندما أضغط على الصوت سيتم تحديده بلون أصفر ويتم تحديد الفيديو بلون أزرق. هذا دليل على أن هذا المسار الصوتي مرتبط بهذا الفيديو ولا يمكنني سحبه أو حذفه. إذا قمت بحذفه سيحذف الفيديو بشكل كامل. إذن طريقة فك هذا الارتباط وفصل الصوت عن الفيديو بالضغط على حرف E. لاحظوا معي هذا التحديد بالأصفر أو بالأزرق سيختفي. لاحظوا معي ذهب التحديد الموجود حول الفيديو باللون الأزرق وبقي الصوت. لاحظوا معي الآن يتم تحديد كل واحد لوحده دون الآخر، لا نجد أي لون أزرق. إذا ضغطنا على الصوت لا نجد أي لون أزرق في الفيديو والعكس صحيح. هنا يمكننا حذف هذا الصوت أو يمكننا استعماله أو سحبه أو حذف الفيديو والاحتفاظ بالصوت، أيهما تختار لا مشكلة. إذا لاحظوا معي سأحاول أن أحذف هذا الصوت، لاحظوا معي بقي لدي الفيديو بدون صوت. يمكنني الآن أن أتي بمسار صوتي سواء كان تعليقا صوتيا أو موسيقى أو هما معا ثم أسحبه إلى السوني فيغاس. لاحظوا معي قد أضفت هذا المسار الصوتي وهو عبارة عن موسيقى. إذا لاحظوا معي قد أضفت هذا الصوت إلى هذا الفيديو، ولكن هذا المسار الصوتي وهذه الموسيقى هي أكبر من الفيديو. إذا سأقوم بتقطيعها من هنا من خلال حرف الضغط على حرف S ووضع المسطرة هنا، وسأحذف هذا المسار الذي تبقى. إذا هنا قد قمت بإضافة الموسيقى التي اخترتها إلى هذا الفيديو. كذلك يمكنني الاحتفاظ بنفس الصوت السابق، سأعود وأحتفظ بنفس الصوت السابق، لاحظوا معي، ويمكنني إضافة المسار أو الموسيقى أسفل منه مع الاحتفاظ بالفيديو. سأحذف ما تبقى ثم أخفض الموسيقى، أخفض صوت الموسيقى قليلا ثم لاحظوا معي وهنا قد أضفت مسارين من الصوت إلى فيديو واحد. لا تنسى إذا كنت استفدت معنا في هذا الفيديو أن تفعل الجرس وتشترك في القناة وتسجل الإعجاب ليصلك كل جديد. دمتم في رعاية الله تعالى.